منذ فترة قامت حفلة لأحد المغنيين المشهورين في مصر، وكان بين الطاولات الموجودة في الحفل طاولة وصل قيمة حجزها إلى 100,000 جنيه. وطبعا الناس على مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا، من هذا يا ترى الذي سيحجز طاولة بهذا السعر المجنون فقط لمجرد حفلة موسيقية لا تتعدى 3 ساعات؟ الغريب أن الحفلة أقيمت والطاولة حجزت، بل وجميع الطاولات التي بجوارها وبنفس سعرها. فالأغاني والموسيقى أصبحت جزء من حياتنا اليومية، فلا يكاد يمر يوم دون أن تستمع لها سواء بإرادتك أو بدون، فتجدها في المطاعم والمقاهي والمواصلات العامة والمطارات وأماكن كثيرة. وبغض النظر عن مكان صناعة هذه الأغاني سواء أمريكا، إسبانيا، أستراليا أو حتى كوريا، نجدنا نستمع لها ونعجب بها حتى لو لم نفهم معانيها وحقيقة ما فيها. الأغاني وما تخفيه من كواليس خلفها، ما وراء الكواليس. لو ركزنا في الأغاني بشكل عام والعربية منها بشكل خاص، نجد أن كلماتها إما كلمات تنشر الأخلاق السيئة بين الشباب وتجعلهم بالمعنى العام بلطجية، مثل الأغاني التي ينتشر فيها حب الأنا والتسلط والتجبر والسيطرة، مثل أنا الملك أنا المافيا إلى آخره، أو كلمات تركز على التظلم والخيانة وأن الجميع يكرهك ويحقد عليك وأن البشر جميعا أندال 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 وأنه لا فائدة منك ولا منهم ولا من الحياة، أو كلمات تدعو إلى الفاحشة والرذيلة بشكل مباشر، مثل الأغاني التي تدعو إلى تتبع عورات الفتيات وبنات الجيران إلى آخره، أو كلمات تدعو إلى الرومانسية الفارغة وانتظار الحبيب وعدم العيش بدونه وانجراح القلب بدونه، مثل خد روحي وراح ما فيش لا قبلك ولا بعدك إلى آخره. وهنا سيقول أحدهم أنا لا أستمع إلى هذه الأغاني الهابطة، بل أستمع إلى الطرب الأصيل أيام الفن الجميل كعبد العليم حافظ الذي قال بنفسه فهل قدر الله أحمق وهل الحظ هو الذي يشاء. أو قد تقول أحدهن الآن أنا لا أستمع إلى الأغاني العربية أساسا، بل إلى الأغاني الأجنبية وخصوصا الكورية، مثل فرقة BTS نفسهم الذين يقولون بترجمة كلامهم في أغانيهم لو قابلت الله سوف أمسكه من رقبته والعياذ بالله، هل أنت متأكد أنك حي؟ كيف يمكنك أن تثبت ذلك؟ أنت ميت. وفي أغنية أخرى أنا الإله أنا الخالد أنا الملك، هذه كلمات أغنية لأحد أشهر مغنيها اسمه نام جون. وهنا لو تلاحظ أن كلمات الأغنية لوحدها صداها غريب على أذنك وتشعر بتأنيب الضمير عند تكرارها لوحدها، لذلك تجد أن الموسيقى هي الأداة التي تجملها. يقول علماء النفس إن الموسيقى هي دابة الكلمات التي تستطيع من خلالها تمرير أي شيء. فإن كنت تعتقد أنك تستمع إلى الأغنية لوحدها فأنت مخطئ، لأنك تستمع إلى جميع مكوناتها بما فيها من موسيقى وكلمات ولحن ثلاثية تخرج لك في النهاية أغنية. فيقول المختصون أنك إذا استمعت إلى كلمات فقط فسيكون تركيزك على الكلمات وستفهم معاني تلك الكلمات وتركز بها، وإذا استمعت إلى كلمات ولحن فسيكون تركيزك مقسم على الكلمات واللحن، يعني ستفهم الكلمات جيدا ومعانيها وستقوم بتكرار ودندنة ذلك اللحن. ولكن إذا استمعت إلى كلمات وموسيقى ولحن فحينها لن يكون لديك تركيز في أي من مكوناتها أساسا، يعني لن تركز في الكلمات ومعانيها ولا الموسيقى ولا في أي مكون. وهذا دليل أننا أحيانا نكون قد استمعنا لأغنية عشرات المرات أعجبتنا ولكننا لا نحفظ كلماتها، فقط ندندن معها ومع اللحن. وهذا تفسير لماذا نستمع إلى أغاني كلماتها بذيئة وتدعو للرذيلة ولا نشعر بها وبمقدار الإثم الذي نأخذه منها، بل ونكررها بدون وعي. ولكن مع الأسف هذه الإثارة لا تدوم طويلا، فتجد نفسك بعد فترة من الاستماع إلى الأغاني تشعر بالكآبة والحزن بسبب عدم اتزان النواقل العصبية في دماغك، لدرجة أنهم أثبتوا أن الذبذبات الصادرة عن الآلات الموسيقية تؤثر حتى على الجنين في بطن أمه. وبغض النظر عن مدى مصداقية هذه الدراسات، الأمر المتفق عليه أن تأثير الموسيقى لا يتوقف فقط على الدماغ، بل قد يتصل تأثيراته إلى أبعد من ذلك. يقول الدكتور بارت بلينجز إن التعرض على المدى الطويل وبإفراط للموسيقى منخفضة الترددات ومرتفعة الشدة ليست فقط مضرة بالصحة، ولكنها تسبب مضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الموت أيضا، لدرجة أن تقرير ملكي بريطاني جاء فيه أن عدد الوفيات الناتجة من الموسيقى وصل إلى 75,000 في عام واحد، وخصوصا الشباب المدمنين على الموسيقى الصاخبة. على أرض الواقع تأثير الأغاني على الشباب هذه الأيام أصبحت تفوق تأثيرها في الحروب، لدرجة أنها أصبحت معيار للانتحار في العالم. في خبر صادم، فتاة قام أهلها بمنعها من مشاهدة الفرقة الكورية والاستماع لها، فقامت مجموعة من الأرمي بالتنمر عليها لدرجة أن هذه الفتاة قامت بالانتحار وعمرها لم يتجاوز 14. تقول إحدى الأخوات أنها كانت في رحلة مع مجموعة من الشابات اليافعات، وكانت تعلم أن أغلب من في الرحلة يقومون بالاستماع للأغاني الكورية،
وكان ذلك واضح من طريقة كلامهم، أفعالهم، لباسهم إلى آخره. فأرادت أن تدخل لهم من مدخل غير مباشر لتحذرهم من ما وراء كواليس الأغاني، وفي نفس الوقت لا تزعجهم لأنهم في النهاية في رحلة. فسألتهم من منكم أرمي، فرد الجميع حينها وهم يتفاخرون ويتنافسون من منهم أرمي أكثر. ثم قالت لهم أنها ستسأل بعض الأسئلة، ومن يجيب عليها جميعا سيأخذ لقب أرمي الرحلة وسيحصل على تيشيرت مرسوم عليها أعضاء الفرقة. فتحمس الجميع وبدت الأسئلة والجميع ينتظر ويترقب. السؤال الأول: ما هو تاريخ ميلاد شوقة لتجيب أكثر من واحدة مع بعضهم البعض؟ 9 مارس 1993 وعمره 29 عاما واسم الدلع المانكي الذهبي أو كوكي. السؤال الثاني: ما هو اللون المفضل لجاي هوب لتجيب أكثر من واحدة في نفس الوقت؟ اللون الأحمر. وتتابعت الأسئلة وتتابع حماسهم وفرحتهم لدرجة أنهم كانوا يقومون بالإجابة على السؤال في نفس الوقت وبصوت عالي من شدة الحماس، حتى وصلت للسؤال الأخير وقالت أن هذا هو السؤال الفاصل الذي سيجيب عليه سيحصل على لقب الأرمي المميز في الرحلة. السؤال هو: ما هي أركان الصلاة؟ ليسود الصمت مرة واحدة وتتحول الوجوه المتحمسة المبتسمة إلى وجوه مستغربة مستنكرة هذا السؤال، وتقول إحداهن من نهاية الصف: يعني هل هذا وقته؟ نحن الآن في حصة الدين أم أننا في رحلة؟ هؤلاء الفتيات هم عربيات مسلمات، ولكن لو رأيت طريقة تفكيرهم ولباسهم ستعرف أنهن منزوعات الهوية. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.